الخطة دي ما ينفعش تتعمل في 10 سنين ولا في 5 سنين. تمام. لا، الخطة دي تخلص يا دكتور مصطفى في سنتين. هتقول لي ده تكلفة كتير، هقول لك المليار متر مية كتير برضه. احنا بنعمل دلوقتي 20,000 كيلومتر تبطين للترع عشان نقلل من حجم الفقد. هي محاولة مننا ان احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الاكثر فقرا على الاطلاق في بلدنا مصر ونغيرها تماما. الحمد لله عاد في فرصة عمل لينا وعاد في بنات نشتغل ونجيب فلوس وندخل بيتنا ونصرف على بيوتنا. بعد ما اشتغلنا في تبطين الترع الحال مشي والحمد لله، بقت عندي حرفة بكسب بقى اوتي او. طب احنا عندنا عايزين نعمل ري حديث لبقية كل الزراعة بتاعتنا. ليه؟ عشان نوفر كل نقطة مية. طب بنوفرها ليه؟ بنوفرها لان احنا حجم الزياده السكانيه بتاعتنا اللي موجود هيتطلب ميه. بعد تاهيل الترعه والتوظيف اللي ماشي فيه الترعه الحمد لله، بنيجي الظهر بنعلق، العصر بنعلق، المغرب بنعلق، ميه متوفره والحمد لله. الجسور طبعا شمال ويمين حلوه، الترعه بقت تمام. النظام دي سجانا ميه وشربنا وزراعتنا قدامكم اهيت، وربنا يبارك في اللي عمل الترعه دي. مش منتبه ان هو بيتعمل في سياق خطه كاملة استراتيجية للدولة عشان تحسن من جودة المية، تقلل من حجم الفقد اللي موجود، تعيد استخدام المية أكتر من مرة. زي أكتر يعني إحنا النهاردة دلوقتي مصر بتعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المية. ربنا يخليه لمصر، ربنا في شر أعدائه.